هناخد بقى من الموضوع عمل السنارة من أولها كده بعد ما اتقطعت. طبعا الكلام ده موجود على النت بكثره يعني. ايوه بس احنا وبالهبل يعني بنقوله فني كده من عندنا. دلوقتي ده الخيط الاساسي جاي من المكان اهو. ايوه خيط 50 50 من ملي. يعني نص ملي تمام. ايوه نركب فيه البلد، اسمه البلد هنا في الكويت او الرصاصه. ده مقاس 4، ووراه بركب انا سناده كده خرزه عشان البلد ده لما ينزل على الرابطه ما يعرفش يخبط فيها مباشره يعورها يعني. فانها فاصل او يضعفها. فاصل زي مخده كده. وبعدين نربط المدور. المدور ده مهم عشان تيارات الميه. الخيط لما يلف على بعضه، الخيط الاساسي مع الرميه طبعا بيبقى في مسافه كبيره. مع تيارات الميه وانت بتلم تلاقي الخيط بيبرم على بعضه، يبرم يضعف. ممكن يقطع بسهوله لو معاك سمكه تقيله مش هتعرف تقرص عليها. وممكن الخيط لما يلف عن بعضه بيروح عامل ايه كده، بيروح عامل الاشكال دي كده مثلا كده. ده هو بيبرم كده، بص تلاقيه راح عامل الشكل ده. شايف ده؟ أيوة. العقده دي. ايوه يروح عامل عقده مع نفسه، العقده تضعف الخيط طبعا. اي عقده تضعف الخيط. لذلك احنا لما بنيجي نربط بقى نربط ربطات مخصوصه بحيث ان الخيط يبقى مسنود على بعضه ما يقطعش كده مثلا. ندف الخيط على الثلاث خيوط اللي عملناهم بالشكل ده، 5 6 7 لفات. ندخل الخيط من هنا، العقدة بتتحول بسنانا بيطلع لي بالشكل ده. كده يبقى قوي. وبعدين تشيل الزياده دي كده بقى. لما البلد والخرزه والمسند ده ينزل عليها بالشكل ده كده، يبقى ايه؟ من غير الخرزه الخرم بتاع الرصاصه ده يخش في ممكن يخش في العقده هيضعفها، او ما يسيبش، ما يبقاش في حريه في الخيط. المفروض السمكه لما تيجي تسحب تلاقي الخيط سهل معاها عشان ما تخافش وتهرب. فالخرز اللي في النص دي الفاصل اللي بينه. ايوه. بعد كده اخر حاجه بقى بنربطها المدار برضه. خيط الماكينه 50 ده خيط 45. اقل من التاني شويه. اقل، يستحسن اقل شويه عشان لما تضرب او تشبك السناره في الارض في صخر او غيره، لما تشد وتقطع تقطع ده بس. ما يقطعش وتسيب الاساس يعني. عشان درء الخسائر يعني. في نفس الوقت كل ما كان الخيط رفيع كل ما كان احسن بالنسبه للسمكه يعني. عشان ما تخافش، في سمك بيشوف الخيط بيخاف ما ياكلش. سمك واعي بالظبط كده. ادي الربط ايه، خيط المدار نفس الربط اللي فاتت بالظبط. بنعمل 5 كده من جوه الحلقه. وبعدين نلف الخيط بقى كامله على بعضه اهو. وبرده نسحب ده بسنانا او نسند بصبعنا كده، ممكن برده نسحب كده. بس هو لازم يتشد بتاعت اسمها ترضيع او ترميل، في مصر بيسموها ترميل كده. تعمل 5 برضه في الهواء، وتاخد الحد اللي ورا ده وتبدا تلف
على المدار بالخيط اللي انت حطيته لجوه، يعني اتجاه يبقى كده متدرج. متدرج لجوه، وبعد ما تلف مثلا 6-7 برضو لفات او اكتر براحتك مفيش مشكله، بس هو مش اقل من 5 يعني عليهم هما الاثنين بالشكل ده، وعايز تشد ده يروح واخد لك الخيط كله كده الحلقه منظوم بالشكل اللي انت شايفه ده كده، وناخد الزياده. دايما لما بنقص زياده ما بنقصش من الاخر خالص، سيب حته كده لان ممكن مع قرص اي حاجه تسحب حته كمان اللي هي بتاعت التقريض. لو كان على الاخر لو فلت من سنه واحده هيفرق كله خلاص. نسيب حته بتاعت 2 مللي كده ولا حاجه. من غير السن الثلاثي يبقى بالشكل ده الطعم. ندخلها جوه، نخرجها تاني. وفي شوكتين ورا في الظهر هنا في ظهر السن عشان الدعم عشان يبقى ثابت بالشكل ده. لما تيجي تاكل السمكه تبلع على بعضها على طول. المفروض ان السمكه كبيره تبلع، يعني لو سمك صغير يقعد لحد ما تخلصها وخلصت الليله. عبد الرحمن يلا بقى ناخد كده بالصلاه على النبي. اول ايه اول درس في الصيد طبعا احنا مش سامعين حاجه، المفروض نهرب بس هنقدر نفهم.